بسم الله الرحمن الرحيم. المداخلة ديالي غتكون عبارة عن تشخيص بسيط للوضعية البيئية في العوامرة، اللي هي بصراحة وضعية مزرية، يمكن نقولوا أنها وضعية مزرية. وأكبر المشاكل اللي كتعاني منها المنطقة العوامرة في المجال البيئي هو النفايات، والمشكل الأساسي هو عدم توفر المنطقة ديال العوامرة على مطرح ديال النفايات. وأيضا عندنا مشكل ديال السوق الأسبوعي اللي جاء في الوسط ديال المنطقة ديال العوامرة، وبالتالي السوق الأسبوعي ما تحلش الإشكالية ديالو، والمطرح ديال النفايات ما تحلش الإشكالية ديالو. سأتحدث باختصار. نحن في المرصد المغربي للبيئة والتنمية فرع العوامرة، إن شاء الله سنشتغل على مشكلتين أساسيتين في جامعة العوامرة، اللذان أثار جدلا في الإعلام مؤخرا، وأيضا انتفاضة سكان العوامرة على هذه الوضعية البيئية بالمنطقة. أولها سأتحدث عن مشكلة النفايات وعدم توفر جماعة العوامرة على مطرح النفايات. والمشكلة الثانية، الكل يعلم أن جماعة العوامرة هي منطقة فلاحية بامتياز في المغرب، وبسبب الأدوية الفلاحية تم القضاء على الفرشات المائية بالمنطقة، خاصة الماء الصالح للشرب، على اعتبار أن الساكنة يقيمون في الأراضي الفلاحية ديالهم، فهم يشربون من الآبار، حتى أصبح ومع مرور الزمن نشاهد انتشار بعض الأمراض في الدواوير، ولينا كنشاهدوها بالأعين ديالنا المجردة، بحال الحساسية والربو، أمراض السكري.